بريس. فأنا سعيد جدا بتواجدي في هذا الحفل المنظم بمناسبة شهر رمضان المبارك، وهو حفل يعني منظم من طرف فعالية ديال المجتمع المدني، وخص بالذكر جمعية ياسمين التي يعني أصبحت عندها هذا تقليد وعادة يعني كل سنة من هذا الشهر الفضيل. فهي مناسبة يعني نود من خلالها تعريف بما يزخر بالمملكة المغربية من مقومات ومن تقاليد عريقة ومن يعني حضارة للجانب الإيطالي، وهي مناسبة كذلك تعريف حضور مميز من طرف الجانب الإيطالي. وهذا الحضور يعكس يعني حسن العلاقات التي تربط بين الجالية المغربية هنا المتواجدة في إيطاليا وكذلك الشعب الإيطالي، وتعكس كذلك المكانة الهامة التي تطلع بها أفراد الجالية المغربية في يعني التقريب بين ثقافتين المغربية والإيطالية، وفي التعريف بمقومات الثقافة والحضارة المغربية هنا في إيطاليا. فأنا أنتهز هذه الفرصة باش نتقدم لهم الشكر على هذه المبادرة، ونتمنى لهم يعني المزيد من التألق والمزيد من النجاح في يعني في المهام اللي تقوموا بها، وفي هذه يعني المبادرات اللي كيطلعوا بها في هذه الإطار. شكرا. Terzo anno consecutivo qui a Lignano si svolge questa cena, questo iftar, che è un momento molto importante per la nostra comunità, non solo perché è un momento di amicizia, è un segnale di accoglienza davvero da parte di tutta la città di Lignano a una componente oramai importante nella nostra comunità, che è la presenza di tante persone, di tante nazionalità, di fede islamica, ma soprattutto perché è un momento in cui davvero dimostriamo come le nostre città, le nostre comunità sanno essere aperte, accoglienti e sanno valorizzare l'apporto di tutti. Un grazie alle tante associazioni che hanno collaborato e che lavorano tutti i giorni per fare in modo che anche la nostra Legnano possa essere davvero una città accogliente, viva e inclusiva. مساء الخير ومرحبا بكم في هذه الأمسية. هذا إفطار جماعي منظمات جمعية مدنية كتواجد في مدينة لينيانو جمعية جاسمين. هذه ثالث عام كنوجدوا هذا الإفطار، الهدف ديالو هو التعريف بالثقافة بالعادات بالأكل باش نقربوا حتى المجتمع المدني الإيطالي من الجالية المغربية والجالية ديزون لي زيميغري ان جينيرال. هاد المبادرة هادي اختارينا بالضبط هاد البلاصة هادي باش نديروه، يعني بعيد على المراكز الإسلامية أو الجامع، باش نسمعوا حتى الأذان في وسط المدينة ونسمعوا ونوريوا الثقافة ديالتنا حتى الناس اللي دايزين عادة وما كيردوش البال أن في هاد البلاصة هادي الناس كتجي غير دير التسويق وخلاص وصافي. الحمد لله، انا جد سعيد الحضور الافطار اللي تعمل اليوم في مدينه لينيانو بحضور القنصل العام لمدينه ميلانو رئيس البلديه نتاع لينيانو. الحمد لله يعني كان اقبال كثير، جاوا الناس اكثر من العام اللي فات. هذه هي الثالث مره كنديروا هنا في هذه الساحه هذه بحضور العائلات المغربيه والاطفال اللي شافوا الاجواء هذه اللي ذكرونا، يعني احنا ملي كنكونوا صغار كنشوفوا يعني الاجواء ديال الفطور. والحمد لله يعني داز كلشي بخير وعلى خير، نتمنى نديروا ما احسن العام الجاي ان شاء الله. الحمد لله احنا هنا موجودين في هذه الساحه وسط المدينه لواحد الفطور جماعي اللي قامت به جمعيه جاسمين تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله. الحمد لله احنا في خدمه المواطن المغربي وفي خدمه الجاليه، لان هذا الجمع هذا جمعنا فيه الناس اللي كاينين هنا ولاد البلاد واللي خارج ارض الوطن من كل الاجناس كانت مجموعه الحمد لله، منهم ايطاليين منهم جميع الاجناس، وكان جو عائلي 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 100%. وكان فطور فيه الحمد لله كل شيء، الناس كلاو وشربوا وتجمعوا وكان تعارف وكان واحد الجو من الوئام ما يتصور لكمش على البال. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ودمتم في خدمه الصالح العام لا انتم لا هذه الاسوسياسيون ديال بنتي اللي الحمد لله اعتز بها وافتخر بها، والله يجعل ربي يثبت اقدامها ويخليها دائما داخل الصالح، دائما في خدمه الصالح العام، دائما في خدمه الصالح العام. والحمد لله الحمد لله والشكر لله والشكر للاخوان والاخوات اللي قاموا بهذا المجهود الكبير جدا جدا جدا، ومنهم اللي واقف معنا من بدا هذا العمل وواقفين معنا الى غايه هذا الوقت هذا. والحمد لله الحمد لله الحمد لله.
ونتمنى يتكرر هذا كل سنه، وكنتمنى يكون واحد المجهود دائما هكا مبذول في سبيل التجمعات في سبيل الانتغراسيون ديال المواطن المغربي داخل المجتمع الايطالي.